تعقد الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي اجتماعا يوم غد الأربعاء باستخدام أنظمة الاتصال المرئي، وذلك لبحث تداعيات وأثار انتشار جائحة كورونا على الأمن الغذائي العالمي. تشارك في أعمال الاجتماع عضو مجلس الشورى سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بالمجلس، نائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي، حيث من المقرر أن تقدم ورقة عمل تستعرض فيها جهود مملكة البحرين والسلطة التشريعية في مكافحة فيروس كورونا. وخلال اتصال هاتفي بنشرة سابقة، أكدت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل أن تجربة البحرين ناجحة في مجال الأمن الغذائي. مملكة البحرين لديها قصة نجاح مع موضوع الأمن الغذائي، فيعني جلالة الملك الله يحفظه وجه في افتتاح دور الانعقاد في أكتوبر 2019 أي قبل الجائحة بضرورة وضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، ويشمل تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي. طبعا المؤسسة التشريعية أقرت قانون الميزانية العامة اللي يتضمن خطط الحكومة لتنفيذ مشروعات الأمن الغذائي، وأيضا من بين أبرز المبادرات مركز الحاضنات الزراعية لتدريب الشباب على الاستثمار بالزراعة، مركز المختبرات اللي يساهم في مجال الزراعة النسيجية ويحافظ على الأصول الوراثية النباتية، كذلك مركز للاستزراع البحري، وأيضا يوجد مشروع استثماري جديد للاستزراع السمكي.